بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. جعلنا إن سود وينه فضيلة الشيخ عثمان حيدك أو كمدة علماء وين صوماليا سكرت وحاقوس عن سوديها أقاتمها إذا عدد دلسان مدن حسن على جيسي وحاسكرت وحاقوس عن حرنت إذا عدد الأستاذ عبد الرزاق ومد كمدة مهاجرين تام دياس برضه عن كم ارتقى عن إن كسوق إبقالان مناسبة وين سكرت وحا إيجنا جوب جوا دمان وفيد من فصل عضي دكسيد القرآن كريم نادر وحاج سوق لتجوجو أرضي كمد أخوة مانتا ترتمية تت أزهر الشريف الأستاذ شيخ شحاد عبد الله وأحد أساتذة جامعة إمام الشافعي في مقديشو. وأيضا أود أن أرحب فضيلة الشيخ عثمان حيدك من أكابر علماء الصومال وجميع ممثلي من المدارس القرآنية في إقليم بنادر كلكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية ترحب إذاعة دلسن بحضور من البعثة أزهر الشريف من جمهورية مصر العربية الشقيقة والشيخ عثمان حيدك، وهذا شرف عظيم لإذاعة دلسن. إذاعة دلسن طبعا هذه المناسبة كانت الإذاعة تنظم وتقيم كل رأس سنة بحلول رمضان المبارك رمضان الكريم. حصول وين دمان علماء كسعوت جماعة أزهر الشريف شيخين وين شيخ عثمان حيدك يا دمان علماء الصومالية نلجوكتا سدو كلا دكتية ذاك قريب قال يا ترتن القرآن الكريم كمان تأم فدنا وإذا عدل سنة سنة دل بيقابطه رمضان كدرتيس يدو مناسبة رمضان كل وين نيو كل واحد حلقة بتاع إله يشين لبعض الدكتي maanta culimada waxaan ula joogan inay nala sameeyaan iftitaaxiya mufritaanki ida aad darsan waxa barnaamijkan kala qayb galay dhinaca taabigelinta shirkada isgaarsiinta hormuud oo bixin doonta runtii abaalmarin qaali ah marka munaasabada ay dhamaato ramadaanka gabagabadiisa iyadoo la ilaalinayo ardaydii ku tartantay quraanka dhamaantiis haafkiisa iyo waliba 10 juz munaasabad weyn oo qiimo badan. مر كله شو اسمه حيدك إيو أستاذ شحاد أيامهم هاد علينا يا سيد أي أجرب تاجين هين لرجلين تدين تيولي بحفظين القرآن ككريم ك أرددنا ما أنت وروح أقتها مورال وين سجارة إذا عد درسنا وروح أقتها إنه ما أنت مناسبة ده شو اسمه حيدك للجوج إيو بعثة أزهر الشريف كسعتا وحوين أورنتي أنا سو كوبي كرين farxadeena runtii maanta hadii aanay baahda darsan lama soo koobi karo ardayda ka ku tartamayse munaasabadan waxa u rajaynaynaa guul waxa noqon doonta runtii tartan dhiirigelin badan xambaarsan oo ardaydu ay ku sii dhiiradaan inay xifdiyaan quraanka inta xifdisana si heentiisa ay runtii ku dadaalaan. Kelmadii halkaas aan ku soo gabagabeynaa Sheikh Ibrahim adu ku celinaa wa hadal marra wado an urahiba marra thaniya al-ustaad شحاد عبد الله ليلقى كلمته المناسبة حول فضيلة مسابقة القرآن الكريم. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واشملنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، أيها السادة العلماء، أيها الأساتذة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا يعني بالأصالة عن نفسي وعن جامعة الإمام الشافعي وعن الأزهر الشريف
ونيابة عن شعب مصر بالكامل أوجه تحية من أعماق القلب لشعب الصومال خصوصا ولأهل الصومال كلهم وللعالم الإسلامي عموما بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات اللهم آمين. لا شك أن القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة وهو كلامه المعجز الذي تحدى كل أساطين البلاغة وأرباب الفصاحة. والقرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، هو الكلام الذي لا يقوله إلا صادق ولا يتمسك به إلا عادل، ومن تمسك به هدي إلى صراط الله المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به فقد هدي إلى صراط المستقيم. ولأن القرآن الكريم دستور الأمة ومنهجها القويم وسبيلها إلى طريق الله المستقيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، خير الأمة الإسلامية، أفضل أبناء الأمة الإسلامية الذين يصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم الذين اصطفاهم من عباده. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هؤلاء هم أهل الله وخاصته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا إخوة الأحباب، إخوة الإسلام والإيمان، إخوتي في الله عز وجل، إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة القرآن وعظمة من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن ننشر كتاب الله عز وجل في ربوع البقاع والأسقاع وفي جميع أنحاء العالم، علينا أن نستخدم وسائل متعددة. أولا، علينا أن نخلص النية لله عز وجل. ثانيا، نبدأ بعزيمة قوية لا تكل ولا تمل. ثالثا، نعد أناسا يستحقون أن يكونوا معلمين للقرآن الكريم، بمعنى أن يكونوا على درجة عالية من الإتقان والضبط والتجويد والعلم بأحكام القرآن الكريم. رابعا، إذا أعددنا هؤلاء نبحث عما يحفز الناس للقرآن الكريم وللإقبال على القرآن الكريم. ومن الوسائل التي تحفز الناس وتجعل الهمم تنشط مرة أخرى إقامة المسابقات. الله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمنافسة لا تكون إلا في الخير، ولا يصح أبدا أن تكون إلا في خير، وأفضل الخير هو كلام الله. فنحن نرحب ونبارك ونهنئ الإذاعة الطيبة المباركة التي
تقوم على رعاية هذه المسابقة وإقامتها في كل عام في شهر القرآن وهو شهر رمضان. نهنئهم بهذا العمل ونباركه لهم، ونرجو منهم أن يتوسعوا فيه في السنوات القادمة فلا يقتصروا على مقدش وحدها. نأمل بإذن الله عز وجل أن يعينهم الله، وأن يسدد خطاهم، وأن يعدوا العدة لأن تعم المسابقة كل أرجاء الصومال، وأن تخرج بعدها من المحلية إلى العالمية إن شاء الله تعالى. ونحن، أو أتكلم عن نفسي بشكل خاص وعن جامعة الإمام الشافعي أساتذة وإدارة ومؤسسة بشكل عام، نزف لأهل الصومال كلهم البشرى الطيبة المباركة بإنشاء جامعة الإمام الشافعي، حيث تحتوي الآن على 3 كليات. الكلية الأولى كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها، الكلية الثانية كلية التربية بقسميها اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الكلية الثالثة كلية الشريعة والقانون. وإن شاء الله نأمل في هذه السنة أن نفتتح كليات جديدة. فما الهدف من هذا الكلام؟ هدفي من هذا الكلام أننا نقول لكم إن مؤسسة معلم نور برئاسة الخليفة عبد القادر معلم نور جزاه الله خيرا أنشأ هذه الجامعة ابتغاء مرضات الله تعالى كما أخبرنا، ونحسبه كذلك والله حسيبه. هذه الجامعة قبل أن نأتي إليها من مصر علمنا أن الصومال تشتمل على عدد كبير من حفظة القرآن الكريم، فجئنا لكي ننشر علم التجويد وعلم القراءات في هذه البلاد المباركة. وأقول لكم يا معلمي القرآن في الصومال، لا مانع من أن تتعاونوا معنا، فالإنسان يتعلم إلى أن يموت، ونحن نشرف بكم وسنأخذ بأيديكم ونشد على سواعدكم في أن تعلموا القرآن والتجويد والقراءات أيضا في هذه البلاد المباركة. فنحن نرحب بأي تعاون من أي معلم للقرآن الكريم ومن أي مؤسسة تريد أن تتعاون مع الجامعة ومن أي فرد مهما كان توجهه، فالجامعة لا تعترف بالتوجهات. نحن كلنا في الجامعة إخوة في الله عز وجل، نتشرف بالانتماء للدين الحنيف وبصحبة القرآن الكريم وعلومه المباركة. فنحن نرحب بالجميع، ونرحب بأي تعاون، ونرحب بكل من يأتي ليتعلم في الجامعة أو حتى يتعرف عليها جامعة الإمام الشافعي التابعة لمؤسسة معلم نور. نرحب بكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر مبارك علينا جميعا، أن يجعل هذا الشهر مباركا علينا جميعا متقبلا منا جميعا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوب كل أهل الصومال، ألف بين قلوبهم واجمعهم على الخير يا رب العالمين، وألف بين قلوب أمة الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المداخلة الصومالية طبعا لابد، الأستاذ شهاد عبد الله نعتذر، شكرا. إن شاء الله تعالى أستاذ كحوها أستاذ شهاد عبد الله سانهر أشاق نبا وكميدها مع المنت جامعة إمام شافعي وكميدها تقيسة نقصة عدية آذان ومهد علينا سوى كلا تستوديا وحاكسوكا الأستاذ فضيلة شمامولك شغالها دمان أيضا أسقط دوبانا سوى أقاسمه ومهد علينا مطلبات أنا قنا ومهد علينا مركا نحنج عنا وحان مهد قارة أجيدنا يا مدحضة إن راديو دلسن أقاسمي ياشا أقاسمي هذا يدمان شقالها
injineerada wariyaasha iyo dadkii ka soo qayb galay munaasabadan aadka aadka qaaliga u ah ee bisha Ramadaan lagu weyneynayo oo tartan lagu sameynayo ubadka Soomaaliyeed aad u mahadsantihiin dalsan sida dhiirigelinta aad ku sameynaysiin diinta Islaamka in Qur'aanka la barto la xifdiyo dhiirigelintaas aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin anaga aadan idinkaga mahadcelinayaa sida aad igu soo dhaweyseen oo aad igu casuunteen inaan maanta ka soo qayb galo xafladdan tartanka Qur'aan Kariimka oo ay abaabuleen oo ay in xafladdan suurtageliyay shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo Radio Dalsan. Runtii waa aad iyo aad in iska kaashadaan laba shirkadood oo aad iyo aad u weyn in ay u qabtaan ubadka Soomaaliyeed tartanka Qur'aanka Kariimka. Sidoo kale waxaan mahad aan u jeedinayaa culimada ayadana ka soo qayb gashay Sheikh Al-Azharka iyo Sheikh Cusmaan Xidig ayagana aad iyo aad dhiirigelinta ay ku dhiirigelinayaan ubadka Soomaaliyeed inay Qur'aanka bartaan ayna baraan dadka ayaga nafsadooda. Runtii anigoo aan hadalka sii badinaynin waxaan mar kale idin leeyahay dalsan shaqo fiican aad umada u haysiin sii wada sii kordhiya barnaamijyadiina dhadhaxaadka ahaa oo Qur'aanka, sportiga, arrimaha bulshada sida aad ugu shaqaysiin iyo nabadeynta ummadda Soomaaliyeed runtii aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. Waa idaacad runtii ku deysha mudan, waa idaacad ay ummadda aad u jecel yihiin, gaar ahaan dadka dhageysto dhan ay aad iyo aad u qiimeeyaan. Marka waa ku mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saaq oo kelimad munaasaba oo muhiim ah soo jeediyay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda Hormuud oo barnaamijkan taabagelisay. Waxaan jecelnahay marka inaan u wareegno tartamayaashii oo ka kala socday dugsiga Qur'aanka Kariimka, bal inaan laba kelim aan ku soo dhaweyno. Laba su'aal la weydiin doonaa, waxa weydiin doonaa ustaadka. Ustaadkan u sheegaynaa insha Allah ta'ala. Isto ku tartama marka meega aan ku tartamaysan juska? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. معكم الأستاذ شحات عبد الله عبد الهادي من جمهورية مصر العربية وأحد ممثلي الباسة الأزهرية هنا. سنقوم الآن بفقرة بسيطة في هذا البرنامج ليعرف المستمعون كيفية المسابقة ونظامها. فالآن نبدأ مع الأخ محمد إبراهيم. محمد تحفظ 10 أجزاء؟ جزاك الله خير من عنكبوت إلى الناس. طب نريد أن نسمع صوتك الطيب من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تفضل. إن الله خبير بما تعملون. ابدأ الآية من أولها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا ما شاء الله. فتح الله لك، فتح الله لك يا محمد، قراءة طيبة وصوت عذب وأداء رائع ما شاء الله ما شاء الله. نسأل الله يتقبل منكم ويجعله. طيب أسألك وأريدك أن تقرأ كأخيك ما شاء الله. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بين الباب، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوم مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئن تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله لك، فتح الله لك ما شاء الله. كما رأيتم أيها الإخوة الأحباب، هذه نماذج طيبة تقدم على أن وراديو دلسن، نعم، على أن قدموا لنا هذه النماذج الطيبة، وعساها تكون لبراسا لإخوانهم وأخواتهم الأطفال الصغار، وحتى إخوانهم وأخواتهم الكبار، لكي يكونوا متشبهين بهم بإذن الله تعالى في هذا الأداء الطيب وفي هذا الحفظ المتين ما شاء الله. طيب الأخ الحبيب عبد الرحمن، عبد الرحمن علمي. طيب يا عبد الرحمن، أنت تحفظ 10 أجزاء؟ نعم. نعم ما شاء الله ما شاء الله. وإن شاء الله في السنة القادمة تحفظون القرآن كله ما شاء الله. طيب يا حبيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانوا قليلا من الليل هم يستغفرون، ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أنفسهم أفلا تبصرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فورب السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم توعدون. تندقون. جزاكم الله خيرا يا أخ، طيب جدا. والأخ يعني إسحاق
يعني يليه، يعني هو أقل منه شيء بسيط لكن ما شاء الله تجويده طيب، لكن أخ عبد الرحمن يحتاج إلى كثير من التجويد، ومولانا الشيخ عثمان يوافقني في هذا الرأي. نعم ما شاء الله. ولكن جامعة الإمام الشافعي تأخذ هؤلاء في كلية القرآن الكريم وتعدهم إعدادا طيبا لكي يكونوا علماء في المستقبل إن شاء الله، يعلموا أهل الصومال وأهل الإسلام، أهل الصومال وأهل الإسلام، وهذا ما نأمله وهذا ما جئنا من أجله بعون الله تعالى وتوفيقه، وكما يعني وفقني الله عز وجل. ما يسرني إلا أن أشكر ضيوفنا الكرام الأستاذ الحاج عبد الله من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، من جمهورية مصر العربية الشقيقة ومن ممثلي بعثة أثر الشريف وأحد أساتذة جامعة من أحد المشاريين الصوماليين في الخارج. وأيضا أود أن أشكر جميع الممثلين من مدارس القرآن الكريم في حراء التعاون مع إذاعة دلسن بالتنسيق وإقامة هذه المناسبة في مسابقة القرآن الكريم. وحنكون فرحنا إذا ما أنتين أنا وكل هذا يا مجمع إذاعة دلسن إن أمرك أمهد علينا مرتضى شرفت له إكسو قبل البرنامجك وأوه رأيه الأستاذ شهاد عبد الله علوم هذا سوك لا توحى السودية نقول سكان عن مهد عليه هنا الأستاذ عبد الرزاق أو أثنى بوقا شكوي من حرمت إذا عدد دلسان وكميدة دتك مهاجرين تأما دياس برادة دلك بنان كيس إمبلان كنا ولا سوك لا توحى عن مهد عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.